وخافرني كان يحرني بس شا سوي تو ما نور البيت. استاذ علاء ممكن تقول لي فين كنت الين دحين؟ ايش بك يا محقق كونان اهدي بس امحطك بالعقال. قال لك فين كنت؟ والله العظيم اخر زمن حرمة ترفع صوت على الرجال عجيب والله. اعتقد اني انا قلت لك فين كنت الين دحين. امزح ايش بك عصبتي؟ فين كنت الين دحين؟ ايش بك طيب الواحد ما يمزح يعني ولا ها؟ اوه اعترف رزاتي وين كنت يا كلب؟ كنت عند محل العطور اللي عند الكهربائي يا اخي. ايش اقول لهادي دحين؟ ايوه كنت مع ابو منال في المستشفى. تعرفي منال؟ منال؟ ها؟ كنت عارفه. كنت واقول لك ان انا كنت مع ابو منال وديت المستشفى. وين يا كرزة يا الله مشتاقين عديلك. اسمع اسمع المره دي وصلت اقلبك بعدها. عثمان؟ ايوه يا قلب عثمان. انت دايرك في موضوع بس ان شاء الله ما تزعل مني. موضوع؟ في شنو يا مره هوي؟ انا انت شنو؟ انا ما دايرك اكمل معك بعد الحبيب. طيب ممكن اعرف السبب اللي بيخليك تقولي كذي؟ انا شايفه انه احنا ما مناسبين لبعض خلاص. كيف يعني ما مناسبين لبعض يعني؟ تفكيرنا ما زي بعض. انت عارفه انه حبي ده ليكي حب حقيقي ما مصطنع. خلاص انا قررت يا عثمان. خلاص الله معك. الجميل الباهي لونه زي عيون الريل عيونه. صدقت صدقت بنت اللذين. وبعلي والله عندي شد عضلي يا اخي. شوف الراجل عندك مرهم موت.